مرحبا، اهلا وسهلا والسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي لكم عن الخطوة القادمة اللي بدكم تقوموا فيها لما تيجوا على كندا، وهي الخطوة مهمة جدا اللي هي انه يكون عندك رقم جوال. رقم الجوال شوي بيختلف عن دول اخرى. للاسف عندنا في كندا احنا يعتبر من اغلى دول العالم بالاتصالات، لكن مجبر اخاك لا بطر. خليكم معي حاحكي لكم عن هذا الشأن. هذا الفيديو برعاية مكتب عمرو لخدمات الهجرة. مكتب عمرو لخدمات الهجرة مرخص من قبل الحكومة الكندية ومختصون بجميع قضايا الهجرة والزيارات إلى كندا. طبعا عشان تحصل على شريحة للجوال بدك تعرف في انه في كندا في شركات انترنت كتير، في شركات عفوا هاتف كتير، اهمها روجرز وبيل. روجرز وبيل بيجي مع تحتهم برضو شركات ثانية اللي هي أو تيلس. طبعا هذه الثلاث أكبر شركات. بيجي تحتهم شركات مثل فايدو، مثل تشاتر، مثل فريدم، مثل فيرجن، كودو. هاي كلها شركات تعطي شرائح تليفون. كل شركة لها عروض، طبعا لازم تروح تطلع على العروض. عادة أنا ما بنصح أحد إنه يروح على الستور تبع مثلا روجرز مباشرة أو على الستور تبع بيل، لأنه هدول ما بيبيعوك غير العروض تبعتهم. أنا بنصحك تروح على المحلات اللي بتبيع كل الشركات، فراح يعطوك أفضل عروض. عادة عشان تحصل على شريحة تلفون لازم يكون عندك سيل نمبر أو سوشيال انشورنس نمبر، ما عدا شركة واحدة اسمها تشاتر هي الوحيدة اللي ما بتحتاج سوشيال انشورنس نمبر، أو يكون عندك هاتف بمسبق الدفع زي مثلا روجرز بتعطي هواتف مسبقة أو شرائح مسبقة الدفع بتعبيها وبتستخدم هذا، بس بتكون غالية كتير الانترنت خاصة فيها. هلأ في كندا كل شركة لها عروض زي ما حكينا. معظم العروض هلأ بدت في شركات تعطيك unlimited انترنت. معظم الشركات تعطيك انترنت بليمت 10 جيج 2 جيج 3 جيج. بدك تنتبه على كمية الجيجات اللي بتصرفها، لأنه عادة بعد ما تخلص الجيجات هاي ما بتوقف عندك الانترنت، بضلوا ماشي وبصيروا يحسبوا عليك بأسعار أغلى. فانتبه على هاي النقطة وحاول انك تكون دايما حذر بحيث انه ما يصلك اي اوفر ليميت. معظم الشركات الآن بتعطيك unlimited calls في كل كندا. الرقم لما تشتريه انتبه انه هذا الرقم بضل ملكك حتى لو انتقلت من شركة الى شركة ثانية. فبمعنى انه اول مرة بتشتري الرقم حاول تختار رقم جيد، لأنه بعد هيك هذا الرقم إذا بدك تنقل من شركة لشركة بضل عندك. معظم الشركات الآن بتطلب منك إنك تكون معها لمدة سنتين إذا بدك تحصل على موبايل بسعر مجاني أو سعر مخفض وبالتقسيط. فعشان هيك بدك تنتبه لهي الشغلة. إذا عندك موبايلك وجايبه مفكوك التشفير من 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 دولتك، فساعتها ما بدك موبايل، فما في داعي انك ترتبط معهم بعقد لمدة سنتين. هلا معظم هاي الشركات ممكن برضو تأمن لك انترنت. في شغلة في كندا اسمها بندل، بما معناه انه اذا انت اشتركت بالتلفون مثلا لك ولمرتك بتخفض عليك الفاتورة. اذا تخفضت انت ومرتك واشتريت برضو انترنت من عندهم بتخفض الفاتورة. أجين الانترنت معظمه بيجي من بيل وروجرز. فايدو عندهم انترنت وايرلس، مما معناه انه ما في داعي انه يكون عندك، بس بتشبكوا على الكهرباء وبصير ياخذ انترنت. بدك تنتبه للسرعة، مهم جدا، وتنتبه لكل هاي المواصفات والأسعار. كل شهر انتبه للفاتورة، لأنه هون كتير 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 بيصيروا يقول لك أنت طلعت أوفر ليميت والشغلات هاي، فانتبه لهاي الشغلات. الإنترنت طبعا مهم في البيت، لأنه الآن كلنا بكل الشغلات بدها إنترنت، فهاي خطوة جيدة. الآن معظم شركات الإنترنت برضو بتعطي شغلة اسمها تي في باكيجز، هاي للقنوات الكندية والأمريكية. فإذا أنت بعطوك باكج في عندهم مثلا 5 قنوات 10 قنوات 20 قناة 60 قناة، أنت بتختار القنوات اللي بدك إذا بدك هذا الباكج. وإذا ما بدك طبعا ممكن تشتري جهاز أندرويد
وتشبكوا على الإنترنت وتصير تأخذ unlimited لكل دول العالم. معظم هاي اللي بتنباع الآن على مواقع الإنترنت، حتى على الإي باي والألي إكسبرس والأمازون، ممكن تشتريها بحدود 100-150 دولار، وما في داعي إنك تشترك في التلفزيون. زي ما حكينا، إذا أنت اشتركت مع شركة والتزمت في عقد، فبكون عندك العقد هذا جزائي، بما معناه إذا أنت بدك تنقل إلى شركة أخرى خلال السنتين لازم تدفع شرط جزائي. الشرط بيختلف من شركة لشركة ومن المدة المتبقية، بيحسبوا لك المدة المتبقية. هاي أهم الشغلات اللي مهم تطلع عليها بموضوع الهواتف والإنترنت. ممكن تدخل على المواقع تبعت شركات الإنترنت هاي أو شركات الموبايلات، وبرضو تعطيك فكرة جيدة عن الأسعار. هذه شغلة مهمة أن يكون معك رقم تلفون، لأنه بتحتاجها في كتير أمور، وخاصة لما بدهم يتصلوا فيك من الأماكن اللي أنت مشترك فيهم. نراكم في حلقة ثانية، خليكم تابعين للقناة، اعملوا شير لهذا الفيديو، وإن شاء الله أيامكم كلها سعيدة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.